الزول في الاول نيت ما يسمى الزول مقران. مرحبا اسوين بور سيت دوزيام فيديو دو سو ميركودي 23 مارس 2022 الي اكزاكتومون 21h15. مرحبا بكم لا فيديو الثانيه نتاع اليوم الاربعاء بيان سيو 23 مارس 2022 الساعه راهي 9:04. الوغ في هذا الفيديو هذه راح نتكلم ثاني على استغلال الدين، استغلال الدين اللي مازالوا المسؤولين نتاعنا يستغلوا في الدين باش يبقاو ديما في الحكم، ويستغلوا ديما في الماضي الثوري. هذو جوج حوايج، الماضي الثوري والدين، يستعملوهم غير تكون حاجة صغيرة بركي. يلا اليوم واش نقول لكم، رايحين يحوسوا على الروفات نتاع الناس مدفونين، ما نعرف مساكن ما بقاش فيهم، الناس ماتوا مساكن ما بقاش فيهم حتى حاجه، وهما يربشوا عليهم هذا كل باش يجيو يجيبوا الناس والقطوات ويعاد الدفن روفات. يا ولدي يا ولدي والله غير عيب عليكم، خليوا الناس ترونكيل، الناس ماتوا مساكن ربي يرحمهم شهداء، راهو عند ربهم يرزقون. خليكم ما تبزنسوش بالناس هذو يا ولدي، من 62 وانتم ما تبزنسو، من 62 وانتم الشهداء 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 يا ولدي. نعلو الشيطان، نعلو الشيطان يا جماعة، يا جماعة هذو اللي حاكمين الحكم، يا جماعة اللي تحبوا تحكموا الحكم، لازمكم تجيبوا دي بروغرام، جيبوا دي بروغرام بوليتيك. كل واحد عنده بروغرام بوليتيك، كل حزب عنده بروغرام بوليتيك يجي يقدمه للشعب. اذا البروغرام بوليتيك هذاك مليح الشعب راح ينتخب عليك، اذا ماهوش مليح راح ينتخب على واحد اخر حتى ندير انت بروغرام مليح تجيبه لهم، وهذا هذا يعارض هذا وهذاك. بصح ما تجيبليش انايا اول نوفمبر 5 جويليا اولاد ما عباليش من باديس، اولدي نعلو الشيطان، نعلو الشيطان، راكم هلكتوا البلاد، نعلو الشيطان. ولا وين ما يلقاوش في الماضي الثوري، الي يجوك في الدين. ربي قال وقفت رمضان ورمضان وشؤون دينية، وهايا نصلي صلاة الاستسقاء، وهاو من يا ولدي هذا كل واش هذا الشيء اللي ديروا فيه كامل. انا قولوا لي يعني رحم والديكم، جاوبوني وما عادش نهضر على الشيء هذا، جاوبوني. كي تهضروا على الماضي الثوري واش تجيبوا للبلاد واش تجيبوا للشعب؟ اي يعطيهم الرحمة عليكم. كي تظلوا تهضروا برك ديما على الماضي الثوري، وحنا درنا وخرجنا فرنسا وما نعرف واش وما نعرف واش، الور كو الجزائر ما دارتش فرد حرب، الجزائر ما دارتش فرد حرب، والجزائر ما بداتش في 54، والجزائر ما بداتش في 1830، الجزائر بدات عندها قرون وقرون، ودرنا حروب وحروب. ملي حاربنا العرب الغزاة اللي جاو دخلوا علينا في الـ في الـ في, الـ في الجزائر وفي تونس وفي المغرب، ومنا دخلوا البيزنطيين، دخلوا الاتراك، دخلوا الرومان، دخلوا هذو كل ما تكلموش عليهم، جايبينها غير من هنا من الاخر برك 54، وحنا وخرجنا فرنسا وحنا وحنا وحنا. يا ولدي عيب عليكم، هيا قولوا لي برك، هاكم نتوما تهضروا على الشيء هذا، يعني الفائده اللي تجيبوها للبلاد بهالهضره هذه نتاع الماضي الثوري واش تجيبوا للبلاد؟ هيا قولوا لنا من فضلكم، هاي اذا راح تجيبوا حاجه مليحه للبلاد نهضروا كل ربع ساعه نهضروا على الشيء هذا، اذا راح تجيبوا حاجه مليحه للشعب نهضروا كل ربع ساعه نهضروا على هذا الماضي الثوري هذا، واذا ما كان والو غير فريغات يفرغن بركاو عليكم انتم سخير، بركاو عليكم. عندكم دو غار مونديال، اثنين دو غار مونديال، زوج يعني واش هو؟ زوج حروب عالمية. صرا واش صرا فيها؟ يا اخي هكذا ولا؟ نعتولي كانش بلاد باقية تهضر على الماضي الثوري كيما حنا، نعتولي بلاد وحدة برك، نعتولي بلاد وحدة. الناس كل البلدان كل عارفوهم حنايا، كي يجي لا دات نتاع لانيفرسير نتاع الاستقلال يروحوا يعلقوا كرادات للناس ويديروا فيها بيريتيف ويذهب يشرب روح يروحوا على روح. حنا الصب حنا درناه فوند كوميرس دركا، فوند كوميرس، وخلي لي
فو مجاهدين وخلي لي فو ولا شهداء ولي فو ولي فو ولي فو ولي فو. اولدي نعلو الشيطان، اولدي نعلو الشيطان. ولا كيما دركا راكم تشوفوا حنا نقولوا نحيوا علينا هذا وزاره الشؤون الدينيه هذه ما عندها ما نديروا بها، ما عندنا ما نديروا بها وزاره الشؤون الدينيه هذه لازمناها نحيوها نهائيا. والدراهم نتاعها البيجي نتاعها نعطيوه للتربيه ولا نعطيوه لاسونتي، نعطيوه كيف اسمو لاسونتي ولا نعطيوه للترونسبور ولا نعطيوه للرياضه. نجيب لنا حاجه انا كي تجيني انا تقول لي انا راني وزير الشؤون الدينيه، انا واش قادر تجيب لي انت وزير الشؤون الدينيه؟ هاكي عاد ما عندك حتى خدمه، ما عندك والو، كل خطره تخرج لنا بيان. يا غدوه نروحو نديرو صلاه الاستسقاء. يا ولدي صلاه الاستسقاء نديروها بلا مزيتك نتايا. ايه الامام في الجامع قال جماعه من بعد نديرو صلاه الاستسقاء بلا الوزاره، بلا الوزاره فيها الاف الناس نتاع الوزاره، الوزير نائب الوزير شاف الكابيني نتاع الوزير الكونسيي نتاع الوزير الاف نتاع الناس يخدم في الوزاره يضربوا في الملايين وقاعدين بوريان دي تو. يقولك وزاره الشؤون بيجي كامل وزاره الشؤون الدينيه. انا بقيت لكم فرد حاجه برك يرحم والديكم وزاره الشؤون الدينيه مدوا واش يقولوا دي زاتيستاسيون للناس، قال ولدي انت داخل الجنه، هذه نخليكم تقعدوا نخليكم تقعدوا. مدوا وثيقه لك اي جزائري تشوفوه يصلي مليح ويعبد ربي ومن نعطيو له وثيقه فيها الكاشي نتاعكم، كي يروح عند ربي سبحانه يقدم الوثيقه هذيك يدخل للجنه. هذا واش بقى لكم ديروا برك؟ ما كفاكمش وزاره الشؤون الدينيه تزيدوا ديروا 48 مديريه نتاع الشؤون الدينيه، 48 ولايه فيها 48 مديريه، مدير شؤون دينيه، نائب شؤون مدير شؤون دينيه، لا 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 سيكريتير نتاع مدير شؤون دينيه، الشوفير نتاع مدير شؤون دينيه، الكونطابل نتاع مدير شؤون دينيه، والباقي ما عرف قداه 30 في ولا 40 في كل مديريه. هاد الناس هادو واش يديروا يعني يرحم والديكم؟ نعتوا لي واش راهم يديروا؟ نعتوا لي واش يجيبوا للبلاد؟ نعتوا لي واش يجيبوا للشعب؟ نعتوا لي يا سيدي، ياي نعتوا لي من فضلكم؟ عطيوني الريح في الشباك، الريح في الشباك. ما كفاوش زادوا راحوا جابوا لي هذو اللي عيطوا لهم واش يقولوا جماعه الدين الفتاوي. ها يا سيدي جمعيه الفتاوي يا ولدي واش تفتي؟ ها ولدي روح تلعب على روحك، روح تلعب على روحك. ما نحبوش الفتاوي نتاعكم انتوما، كيفاش اي واحد يجي يضرب لحيه ويضرب قندوره ويقرا شوي قران يجي يكسرنا في ريسنا؟ تفتيو علينا انتوما؟ عندكم ريلاسيون مع ربي سبحانه عز وجل تهضروا معاه في التليفون ولا واش التمسخير تاعكم هذا؟ واش التمسخير تاعكم؟ تمسخروا بالشعب انتوما. وزيد واش يقولوا الاف نتاع الائمه، الاف نتاع الائمه دي فونكسيونير، اطباء ما لقاوش دي بوست بيجيتير، دي انجينيور ما لقاوش دي بوست بيجيتير، دي كادر دو ليتا يخرجوا كل عام هم قاعدين حاكمين الحيط، والائمه حاكمين لي بوست بيجيتير. الاف نتاع الائمه ها قلنا لكم يا ولدي برك التمسخير تاعكم. علاش امام يا خويا فونكسيونير؟ علاه علاه تاع واش علاه تخلصوا الدوله تدابور الامام؟ علاه تخلصوا الدوله؟ علاه علاه فهموني بك على واش؟ على واش يا خويا؟ اللي يحب يصلي روح يصلي للجامع على روحه، اللي ما يحبش يصلي الله لا جعله باش يصلي ويدخلنا فيه حنا يصلي ولا يقعد هنا ويدخلنا فيه. علاه ندلو انا امام نخلصوا باش يصلي بالناس؟ علاش؟ وقلنا لكم يا ناس وعيب عليكم احشموا شويه، نحيوا علينا هذه وزاره الشؤون الدينيه، نحيوا علينا وزاره المجاهدين. وزارة المجاهدين بقاو ربعة مجاهدين مازالوا حيين، مازالوا حيين، ربي يطول في عمرهم إن شاء الله. حطوهم عند وزير الداخلية ولا وزارة الدفاع يخلصوا، خلصوهم ونبينا صلينا عليه. علاه ندير وزارة كومبلين؟ علاه؟ وعلاه ندير 48 مديرية نتاع المجاهدين؟ الواه الواه يا جماعة الواه الواه هذا كل الواه يعني فهموني.
وتقولوا ما عندناش الصوارد للشعب حنايا، وما عندناش الصوارد باش نبنيو، وما عندناش الصوارد باش ندخلوا الناس. انا نقول لكم الحق، وزاره الشؤون الدينيه وزاره المجاهدين هادو لازمهم يتنحاو، لازمهم يتنحاو بركاو ما تبزنسوا بالماضي الثوري وبالمجاهدين وبالشهداء. بركاكم بركاكم، عيب عليكم، هلكتوا البلاد يا ناس، عيب عليكم هلكتوا البلاد. يا خويا امام نتاع مسجد يا اخي، مسجد يا اخي عنده جمعيه يا اخي، لا ولا لا صح؟ هذيك الجمعيه هذيك هي اللي تعين مدير امام. كاين امام يكون متطوع، ما يا اخي تقولوا الواه امام يا اخي، يا اخي لله، يا اخي يخدم لله ولا يخدم للدوله؟ كان يخدم الدولة ما يحتاجوش، كان يخدم لربي سبحانه عز وجل ويتطوع يخلي بلاش، نورمالمون بلاش. ما عليش اسيدي، يا قال اخويا لازم حتى هو يتعب ويجي اسيدنا لكم انه هو والمؤذن اسيدي نديروا لهم صلاه. ما عليش اخويا، هذيك الجمعيه هذيك يا اخي كل نهار كل جمعه يلموا الدراهم، كل جمعه هذوك الدراهم اللي يلموهم هذوك، والدراهم نتاع الزكاه يخلصوا التريسيتي نتاع المسجد، يخلصوا الماء نتاع المسجد، ويخلصوا الماء، ويخلصوا الانسان اللي يذن، ويخلصوا هذوك اللي يجيو يمشحوا ويديروا الغبار هذوك يخلصوهم، يديروا لهم شهريه يخلصوهم، والنبي صلينا عليه. ولي بوست بيجيتير نعطيوهم للناس لي كادر نتاعنا، نعطيهم الاطباء، نعطيهم كيف اسمو لي زانجينيور، نعطيهم الناس اللي محتاجين لي بوست بيجيتير. الناس راهي تخرج من الجامعات وما تلقاش واش راهي دير. هاكم تشوفوا دوكا، قبيل كنت نشوف قال لك قفة رمضان رجعوها للمساجد. علاش بوركوا بوركوا علاه داروا هكا؟ باسكو ما لقاوش واش يخدموا، ما لقاوش واش يديروا. حنا نقول لهم يا ولدي المساجد خليهم ترونكيل، المساجد خرجتوا منهم ارهابيين. الارهاب يدرب في الجامع قبل ما يطلع للجبل، قبل ما يطلع للجبل. وقلنا لكم يا ولدي المساجد خليهم ترونكيل، ما تستغلوهمش كيف اسمه السياسه. يا خويا الامام كيجي ما يتكلمليش سياسه، انايا ما يحبش تكلمني سياسه. الامام كي يخطب في نهار الجمعه يخطب على الدين سيتو، ما تدخليش شعبان في رمضان، انايا ما تدخلوليش خلاص شعبان في رمضان. امام يا خويا يجي قال لا جماعه عبدوا ربي ديروا الخير ديروا منا، ها واش كان؟ ما تجيش تهضر لي انا على واحد لابس سروال ومقطع، واحد مداير شي شوار، واحد مرا راهي ماهيش متحجبه، واش دخلك انت يا؟ واش دخلك انت يا؟ واش دخلك؟ واش دخلك؟ واش شكون اللي عطاك انت يا الاخر باش تقدر انت تقول للمرا ما ديري الحجاب ولا ديري الخمار؟ واش راح لك؟ راح تدخلها انت للجنه؟ اي بالك هذيك المراه اللي ماشي مدارة حجاب وماشي مدارة خمار بالك تخش هي للجنه انت بالحرام لا تشوفها باللحية نتاعك وبالسماطه نتاعكم اللي راكم ديروا فيها. بركانكم يا الناس، بقات قفة رمضان دوكا تروحوا تديوها للجامع باش تبخسوا بالناس ما تحشموش على عرضكم. وقلنا لكم هذه قفة رمضان نحيوها علينا، نحيوها علينا يا سيدي. يا خويا تحبوا تعاونوا الناس اللي ما عندهمش؟ الناس عندهم دي كونت بونكير، عندهم سي سي بي يبعثوا لهم في الكونت نتاعهم. علاش تمرمدوا في الناس كيما هكا؟ علاش علاش يعجبكم الحال تشوفوا الناس مساكن من الصباح لليل وهما كيما قاعدين يستناو كيفاش يديو قفة رمضان وانتم تمسخروا بهم؟ شوفوا سيادكم، شوفوا سيادكم في الاوروب، شوفوا سيادكم في الاوروب كيفاه يديروا. عندهم جمعيات لو كان تشوفوهم تقول إدارة، تقول إدارة. كي يروح الواحد باش يدي هذيك كيف اسمها كيما نقولوا حنا الكولي اليمونتير هذاك اللي يعطيه له فيه القهوه والسكر وفيه منه ومنا، والله العظيم لا تشوف كيفاه يدخل، والله لا تشوفه كيفاه يخرج. وكي داخل يعطيه له يدخل بالنظام ومكتوب عندهم هما بونجور مساء الخير خويا تفضل الارواح، يدخل يعطيه له يمشيهم معاه، هز هذه هز هذه هز هذه في واش يقولوا ينكاس نظيفه مقفوله، يجي خارج يحطها في الطوموبيل نتاعو ويسهل واحد لا على بالو به. عندك الدراهم يبعثوا لهم ديريكتومون في لي كونت نتاعهم. علاش ما نديروش حنا كيما هكا؟ علاش؟ علاش تبخسوا بالناس؟ تعطيو لهم كيلو نتاع عدس مسوس، وتعطي له زوج كيلو بطاطا مسوسه، وتجي تقول له روح ندير معاك السيلفي، اروح اروح ندير معاك السيلفي، هاي احنا نديروه في الخير. وزيد وزيد علاه تبزنسوا بالدين؟ ما تحشموش يعني الناس ما تاكلش خلاص 11 شهر ما كانش هاد الامورات هادو،
هو يوصل رمضان قد قلتو انتم تتحزموا كاملين لازمنا نعينوا الناس. و11 شهر هاد الناس هادو ما ياكلوش ما تنجموش تعاونوهم في 11 شهر. هاي كاين الناس تاكل في الحشيش، ممكن عائلات ياكلوا في الحشيش. وانا بعثت مدير لاداس نتاع سكيك دا عيط لها انا وقلت لها لازم تروحي، وراحت للناس هادو مساكن لقيتهم ياكلوا في الحشيش، وراحت دات لهم الحوايج ودات لهم منها. وكي شافوا هذوك الجيران جاو جات عندهم ومنا جاو الجيران اللي بحذا هذوك يجريو قال لهم احنا وعلاش ما تعطيوناش حنا، علاش عطيو هذه لها هي؟ كي عاد هذه شكات الصحافه يوم الناس يشوفوا مساكن، علاه ما تعاونوهمش 11 شهر؟ علاش هاد الناس هادو اللي هو يوصل رمضان وانتم تبداو تحزموا زعما حاجه كبيره؟ كي رمضان كي شعبان كي الخريف كي الصيف الناس تحب تاكل الناس تحب تشرب، دونك سي با لا بان حتى نتسناو رمضان. علاه غير رمضان برك؟ بوركوا الناس جوع غير في رمضان؟ الناس تعطش غير في رمضان؟ اي بارتو الناس مساكنه ما عندهمش الماء، بارتو الناس ما ياكلوش في 11 شهر، ما ياكلوش مساكن ما عندهمش باش ياكل. سبحان الله. وجايين اليوم تقول لي ندير قفه رمضان في المسجد، فهي ثاني راح ترجعوا لنا المسجد ثاني، مازلتوا تزيدوا ديروا حلقات ومازلتوا ديروا الاخر تلاقاو بهم وتعمروا الناس وطلعوهم من الجبل، مازلتوا عيب عليكم وحرام عليكم الشيء راكم ديروا فيه هذا، والله غير عيب عليكم يا اخي. كاين جمعيات اللي وينهم الجمعيات هذو اللي راهم يعيطوا لهم اسوسياسيون كاريتاتيف؟ وين هما هذو؟ وين هما؟ دايرين الاف الجمعيات رئيس جمعية ما عندوش فيلو، رئيس جمعية خيرية ما عندوش فيلو، صباطو مقطع وهو رئيس جمعية خيرية. تمسخر بمن انت يا تتمسخر بمن؟ مدير هذا الشيء الجمعية هذه باش تدخل المير وباش تدخل لرئيس الدائرة وباش تدير وباش تضرب لجيبك وصحابك. بينوا رواحكم الجمعيات الخيرية وين هما كتجي؟ بينوا رواحكم اسيدي، هما الناس تحلوا كي يجيو الناس تعاونوهم وروحوا روح. الناس ما يعطيوكمش، على بالهم بكم باللي ماكمش كيما قال واحد سيريو، ما يعطيوكمش الناس. لو كان جات ناس عندهم لاباس بهم دي زونتربرونور وعندهم الدراهم ومنا ويحاول يدير جمعيه ويجيب الناس في الجمعيه هذيك يطوعوا الناس يعطيو له الدراهم باسكو يعرفوه باللي سيت زونتربرونور ماهوش محتاج الاخر. انت صباط ما عندكش، انت تقول لي انا رئيس جمعيه خيريه، واش من خير دير في الناس؟ انت دير في خير الروح في روحك انت في الساعه والو. ومن بعد عليه تبداو تلموا في الدراهم وتلموا في الاخر هاو رمضان ومنا كيما قال واحد، ومن بعد عليه ديتورني والقفوف يروحوا منه ومن. حرام عليكم هالشيء هذا، حرام عليكم. كل عام سي كومسا، قلنا لكم هذه قفة رمضان نحيوها علينا خلاص، بعدنا ما نديروا بها. الدولة تحب تعاون الناس تعاونهم باللي كونت نتاعهم، كل واحد يبعث له الكونت نتاعو دو كونت ا كونت باش نجمو نحكمو شكون اللي دا شكون اللي ما داش. ما تجيبوناش تبدو لنا الليكيد وتبداو مد جبد 50 مليون 10 مدها واكتبوا الناس حتى الموتى كتبوهم قال حنا مدينا لهم. وقتاش انتم تمسخروا بالناس؟ وقتاه جوسكا كون حبسوا علينا هاد السينما نتاعكم هذه؟ حبسوا علينا السينما نتاعكم يا اخي. رمضان كي شعبان كي الخريف كي الصيف، الناس كل نورمالمون راهم كانوا قلنا لكم واحد الوقت ديروا دي بونك اليمونتيغ، يديروهم الناس اللي عندهم الدراهم، الناس اللي عندهم الدراهم يحبوا يعاونوا الناس. قال اخويا ديري بونك اليمونتير، الناس كي تروحوا يقضيو من 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 من, من الماكازان، واحد يمد باكي قهوه، الاخر يمد باكي سكر، الاخر يمد شكاره نتاع السميد، الاخر يمد واحد من هنا، ويلموا هذوك الاخرين هذوك ويديروهم، والناس اللي ما عندهمش يروح باللي نطيحهم في كل كارتيي يروحوا ويجيبوا. كيما قال واحد بصح ما تبخش بيهم يا اخي، ما تجيش هنا تصور فيهم وتجيب لي الصحفيين يصوروا فيهم ولا ايا دير سيلفي، دير بسيلفي باش تعطي له قفه نتاع رمضان فيها زوز كيلو نتاع عدس مسوسه وفيها واش يقولوا بطاطا مدوده وروح واش كاين؟ عيب عليكم هالشيء هذا، هذه ماهيش كيما قال واحد التضامن، هذا ماهوش تضامن، مطعم الرحمه طز مطعم الرحمه. علاه ما تنجمش تسميه حاجه اخرى؟ ما تنجمش تسميه حاجه اخرى؟ تبخسوا بالناس، حتى الناس اللي تحب تجي ما تجيكمش، تبخسوا بالناس، سميوها حاجه اخرى. قال اخويا مطعم نورمال ولا مطعم الناس اللي كيما قال واحد اللي الناس اللي ما لحقتش ولا الرحمه، ترحموا انتوما واحد كي تعطيو له كيلو عدس مسوس
الله يسلمك. تبقاو تمسخروا بالشعب المسكين، لقيتو الشعب المسكين مغفل على روحو، لقيتو وترمو كاينه ماهوش محتاجين هاد الناس هادو اللي يجيو يلعبوا بقفة رمضان كل خطره. الدوله تهزهم اون شارج نورمالمون، الناس اللي ما عندهاش الدوله تهزهم اون شارج، ماهوش غير في رمضان، في رمضان وفي شعبان وفي الصيف و12 شهر الدوله تقوم بهم الناس وتعطيه خدمه باش يهز روحو. ما عطيتوش خدمه الدوله تكفل به، كل شهر تعطي له المنابر نتاعو باش يعيش، تحسب له قداه باش ينجم يخلص التريسيتي نتاعو، باش يخلص الماء نتاعو، باش يخلص الكرا نتاعو، والدولة هي اللي تعاونه وتعطيه. ما تخليهمش قال أي روح كل بعضك. ويقول لك راهم دخلوا على واحد سرقوه، راهم يقتلوك على 10,000 يقتلوك، سي نورمال. ما عندك ما عندوش من يدير. يصبر 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 يصبر، يصبر. يشكاكم. يشكاكم هو صابر. سبحان الله. ونزيد نقول لكم واش لي داس هادو، لا لي داس هادو اللي مدايرين لهم واش باش قاعدين في واش يقولوا في البيروات نتاعهم، وكيما قال واحد لي بورطابل وشانتيو، هذه هي واش كيفاش شفتو نتوما اسيستون سوسيال خرجت راحت دارت اونكيت. لو كان ما بعدلاش وكيل الجمهوريه قال روحي للعائله هذيك ها هو اش ترى روحي ترى شوفي يديرون، والله لا تحركها، والله لا تحركها. كيفاش نتوما اسيستون سوسيال نتاع قالت اليوم نخرجوا نروحوا نديروا الكارتي نتاع بوج البنا نشوفوا تراش الناس اللي ما عندهمش خشوا طرا ديالهم، نشوفوا تراش واش كيفاش عايشين. شفتوا نتوما اسيستون سوسيال دارت كيما هكا؟ هو لو كان عطى ربي راهو في كل كارتي كاين اسيستون سوسيال، في كل كارتي باش يعرفوا الناس اللي عندهم واللي ما عندهمش. اليوم والله ما على بالهم لا شكون اللي يخدم لا شكون اللي ما يخدمش، لا شكون اللي عنده لا شكون اللي ما عندوش، والله لا على بالهم حتى شكون قداه كاينه في العائله، والله لا على بالهم. وزيد حتى كي نعيطوا لهم قال ولدي كان واحد المراه مسكينه عندها الاولاد ما شوف طاح تقول لك اخويا انا ما نمدش المراه هنا علاه؟ اخويا القانون ما لا يسمح، ما يسمحش القانون خطر عند قابل انا واحد لاسيستون سوسيال. قلت له علاش يا بدي علاه؟ مراه مسكينه راجلها هز على دماغه وراح ما نعرف وين راح، خلى لها الاولاد ما تنجموش تعاونوها. قلت لي اخويا انت تعيط عليا انا علاش؟ روح عيط على الناس اللي يديروا القوانين. روح عيط على الناس اللي داروا القوانين اللي يقولوا العصمه عند الراجل، احنا نعاونوا الراجل ما نعاونوش المراه. شفتوا كيفاه يا جماعه؟ شفتوا كيفاش الناس دي لوار دايرين لهم يعني تقسي المراه، المراه مسكينه ما عندهاش حق. المراه هذه اللي راجلها هز على راسه قال لك اخويا تروح تجيب لراجلها، وين تجيبه؟ الراجل راح منين تجيبه؟ قال لك اخويا مالك تجيب لنا الطلاق؟ جيب لكم الطلاق باش تعطيوها زوج كيلو عدس. جيب لكم تروح تطلق تروح دير الخلع للراجل اللي ما نعرفو راح حرق ولا ما نعرفو راح باش تجي عندكم تعطيوها جوج كيلو عدس مسوس. والله غير شبعتونا يا ناس، والله غير شبعتونا في هذه البلاد هذه، والله غير شبعتونا، والله غير شبعتونا بالتمسخير نتاعكم. والله كيما يقول الاخر قوموا ولا طلقوا، وحده منهم قوموا ولا طلقوا. ما نجمتوش تسيروا البلاد خليوا الناس تجي تسير البلاد. علاش تبخسوا بالناس كيما هكا؟ علاش؟ في كل رمضان دوك تشوفوا كيفاش التبهديلات اللي كاينه في رمضان اللي راح تصرا في رمضان، دوك تشوفوا. دوك تشوفوا كيفاش السرقات والرشاوي ومن بعد يحلوا في نص الطريق يجيو الخضار كاملين في الطريق يبيعوا في الطريق. واش هذا رمضان هذا؟ واش هو رمضان؟ سي كوا رمضان هذا؟ سي كوا؟ ما كانش قوانين في رمضان؟ ولا تضربوا عليهم ولا كل خضار تضرب بالعاني تخليه يقعد يبيع في 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 الزنقه باش تجيو تديو القفوف تعمروهم وتديوهم لديالكم وتديو تقابضوا وتديو الرشوه على 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 تحسبهم على بالناش؟ تحسبهم على بالناش البلديات؟ قداه البلديه الاعضاء نتاعها والمير يضرب الرشوه من عند الجماعه هذو الخضاره باش يعطيو له بلاصه في يخدم في واش يقولوا؟ والله لو كان جيت رئيس دائره انايا، والله لو كان جيت والي، والله لو كان جيت انايا مسؤول، بالحرام لا تغير حاجه لا في رمضان لا في شعبان. اللي يحب يدير مكازان ريجيستر دو كوميرس ما فيهاش رمضان، هذا رمضان ما استعرش به. رمضان خويا اللي يحب يصوم يصوم على روحه، اللي ما يحبش يصوم الله لا جعله باش يصوم، الله يسهل. ما تجيش انا باسم رمضان انا تحلي كيما قال واحد في الطرق تقفل الطرق وتحطوا السلعه كما قال واحد او رمضان ورمضان يسمى الانارشي ولا؟ سبحان الله.
ديجا انا وصلت 30 مينوت، سمحوا لي ما نحبش نقول للناس اخرين ما تعقبش 30 مينوت باسكو الفيديو تكون كبيره ما نجموش نتبعوها. دونك نقول لكم قيم ديال هنا، سمحوا لي اذا تكلمت شويه بالدغشاش. راكم تشوفوا، راكم تشوفوا البلاد هذه، البلاد هذه ما عرفوش الناس اللي تسير، ما عرفوش يديهم من رجليهم، والله ما على بالهم. بورتون قلنا لهم يا ناس، نعتنا لهم، قلنا لهم حنا رانا ما نحبوش نحكموا حنا. كما قال لي واحد السيد انت معارض، مانيش معارض خويا العزيز، انا ماني معارض، ما نحب نحكم، ما حكمت ما نحب نحكم. لو كان يعطوني حتى رئيس جمهوريه ما نحبش انا. مي نحبوا الناس اللي قادره تسير البلاد، خليوا الناس قادرين، كاينين ناس قادرين يسيروا البلاد، خليهم يجيو يسيروا البلاد. ما تحكموليش انا الكرسي وتبداو تمسخروا بينا حنايا جزائر جديده بعقليات قديمه. والله علي تصبحوا على خير. اذا ما رجعت لكمش من بعد، اذا ما كاين حاجه بالك من بعد نرجع لكم، اذا ما رجعتش ادوما ان شاء الله. بونسواري. Yeah.